ابدا سريعا باخبار النادي الاهلي. النهارده معانا تصريحات مهمه لعدد من افراد الجهاز الفني وعدد من اللاعبين، لكن ابدا بتصريح الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي اللي اتكلم على قيمه واهميه الوديات اللي بياخدها النادي الاهلي في هذه الفتره في اسبانيا استعدادا لمباراتي المولين العرب والزمالك، والاستعداد المتواصل ان شاء الله لبدايه الموسم القادم اللي هينطلق ان شاء الله سواء على المستوى الافريقي او المحلي في منتصف شهر سبتمبر. كابتن محمد يوسف قال المباريات الوديه التي ياخدها الفريق في معسكر الاعداد المقام حاليا في اسبانيا بتحقق الهدف المطلوب منها بشكل كبير، وان مباراه نيوبورت كاونتي الانجليزي التي اقيمت بالامس كانت مفيده وايجابيه للغايه. مهم جدا في المباريات الوديه ما تركزش قوي على فكره المباراه انتهت كام كام، او الاهلي كسب او تعادل او خسر. المباراه الاولى الاهلي فاز بتسعه اهداف مقابل لا شيء، المباراه الثانيه تعادل ايجابي 1-1، لكن القيمه او الفكره انك ممكن تطلع ازاي مستفيد قدر الامكان من هذه المباريات الوديه. ده اللي بياكد عليه كابتن محمد يوسف في تصريحاته، اللي قال كمان ان المباراه كانت فرصه كويسه جدا لتجربه عدد كبير جدا من اللاعبين وتجهيز اكتر من لاعب خلال المرحله القادمه. الرباعي الدولي محمد الشناوي وليد سليمان اجمن اشرف ومروان محسن ان شاء الله يلتحقوا بمعسكر الفريق باذن الله قدر الامكان حسب تصريح الكابتن محمد يوسف غدا ان شاء الله في المساء لمعسكر فريق النادي الاهلي في اسبانيا في المرحله الاخيره وال 72 ساعه الاخيره قبل العوده الى القاهره. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اتكلم عن معسكر اسبانيا، قال ان هو ناجح على كافه المستويات، وقال ان المعسكر حتى هذه اللحظه بيحقق الاهداف المرجو منها في ظل المكاسب العديده التي تحققت على كافه الاصعده. قال ان الفريق استفاد بشكل كبير جدا من الاجواء التي يعيشها الجميع في مدينه اليكانتي سواء على الصعيد البدني او حتى على الصعيد الفني، وارتفاع معدلات اللياقه البدنيه بالدرجه المطلوبه قبل العوده لاستكمال المرحله الثالثه من فتره الاعداد. قال الكابتن سيد ان المباراه الوديه امام نيوبورت كاونتي كانت تجربه مميزه للغايه بعد ان منح الجهاز الفني الفرصه لمشاركه عدد كبير جدا من اللاعبين مع راحه عدد اخر اللي لعب المباراه الاولى وانتهت المباراه ساعتها 9-0. فضل الجهاز ان هو يريح اللعيبه اللي لعبت المباراه الاولى ويلعب المباراه الثانيه بتشكيله اخرى او بمجموعه اخرى عشان يجرب كل اللعيبه ويجهزهم للمرحله القادمه، وده كمان ظهر اكتر بنسبه كبيره في مساله التشكيل. يعني شفنا كلنا باسم علي لعب في مركز الظهير الايسر وتجربه جديده لباسم في هذا المركز مع اضافه كل العناصر اللي لعبت هذه المباراه وظهروا بشكل جيد. حسام عاشور كان ليه تصريح مهم جدا بيتكلم عن المرحله القادمه، وكلام عاشور في معاني مميزه او في تفاصيل صغيره مهمه جدا قالها حسام عاشور في هذا التصريح. قال الفوز ببطوله الدوري بمثابه حياه او موت بنديات اللي شهدها الاهلي على مدار الموسم في هذه المسابقه، وقال ان كل اللاعبين عندهم ادراك كبير جدا وادراك تام باهميه هذه المسابقه السنه دي وعلى المستوى الشخصي لكل اللعيبه. قال الاستعداد لمباراه المقاولين والزمالك بدا قبل السفر لمعسكر اسبانيا من خلال تدريبات استمرت لمده حوالي 10 ايام في ملعب مختار التتش بالجزيره. قال ان الفريق بيسير بشكل جيد في هذه الفتره من خلال معسكر اعداد قوي، والجميع عنده درايه تامه باهميه المرحله القادمه قبل خوض مباراتي المقاولين العرب والزمالك. عاشور قال ان هو على الصعيد الشخصي بيمتلك في رصيده 11 لقب لبطوله الدوري، واذا حقق النادي الاهلي بطوله الدوري هذا العام باذن الله وهو الاقرب ان شاء الله بنسبه كبيره، حسام عاشور هيكون في رصيده 12 بطوله دوري. حسام عاشور بعد الفوز ببطوله الدوري على المستوى الشخصي بالنسبه له هيكون حقق 12 لقب دوري مع النادي الاهلي طيله مشواره منذ ان تم تصعيده في موسم 2004 2005. بالنسبة للفريق في ظل التحديات